بكل شارع وبكل ضيعة، في بيوت عتيقة بتخبي بين حيطانا قصص وحكايات، شي حلو شي مر، شي بيفرح وشي بيحزن. بعضها تهدم وتخرب وهجروا أهليها، وبعضها تصلح وترمم وبقيوا فيها أهليها. كل بيت له حكاية، وبكل زاوية في ذكرى وخبرية. ورا كل عمود وسقف وأرميد وشبابيك ملونة في إيدين عمرت بحب وذوق وعطيت الرونق التراثي للبنان الحلو، وصارت الحجار تحكي. حياتي اللي بلشت من هون وحتم من هون وإن شاء الله للآخر على طول بهالبيت. هالبيت كان مفتوح لدى الجميع من كل أنحاء المنطقة ومن كل أنحاء لبنان. تعتبر عائلة كنعان من العيلة العريقة بجزين وشاهدة على تاريخ لبنان من أيام المتصرفية وحتى اليوم. برزت فيها شخصيات كبيرة من نواب ومحامين لعبوا دور مهم بالحياة السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى الأطباء منهم أصحاب الأيادي البيضاء. وكانت بيوتها وبعدها مفتوحة لأهالي منطقة جزين من أكثر من 140 سنة، ومنهم هالبيت التراثي العريق يلي بيعود عمره لحوالي 124 سنة. شو تاريخه الإنساني؟ وشو مميزاته المعمارية؟ سوا رح ندخل على حارة آل كنعان بجزين ونشوف حجار. في 1995 بلش المحامي سليمان بيك كنعان يعمر بيت، تحول لاحقا الى نموذج لبيوت العيل الكبيره ووجهاء المناطق. تمت عمليه البناء على مراحل وامتدت حتى سنه 1930، وحصلت خلالها عده تعديلات واضافات فرضتها الظروف. تتألف الحارة من عقد حجر بالطابق الأرضي وثلاث طوابق عليا، تتميز ببلاكينة وفرنداتها المزينة بأناطر وأعمدة من الحجر الأبيض، ومحاطة بحديقة بتضم أنواع عديدة من الأشجار المعمرة بتظللها بأغصانها الوافرة والكثيفة مثل الأكاسيا والأرز والسرو وغيرهم. بوسطة حنفية جرول المي من نبع عزيبي من سنة 1901، وبيجوا الناس بيعبوا وبيشربوا منه بهالبيت. مميزات العمرانية لحارة آل كنعان ما هي الزخرفة بالحجر أو الغنى بالمواد الموجودة، لأنه كان بيت شعبي، فيدي اللي منشوفه بهالبيت أنه هو بيت عايش عصره، تعمر على مراحل وكل مرحلة تعدل فيها كان هي مميزات العصر اللي تعمر فيها. مثلا منبلش بالطابق الأرضي، هو عقد،
كان العمار القديم 1890 يبلشوا دائما بعقد. الطابق الاول والطابق الثاني ببلش بليوان وقعد حواليها، ورجع توسع من ناحيه البلاكين، الفير فورجيل محطوط على البلاكين. وبالمرحلة الثالثة بالعشرينات الثلاثينات تعمر الطابق الثالث يلي هو دخل البيتون على العمار ودخل البريك ودخل الحجر الخفان، كمان بتلاقوه ضمن المواد المستعملة بهاي الفترة بقلب البيت. من تاريخ بنائها حتى اليوم عرفت هالحارة تحولات معمارية عديدة اتطلبتها الوظيفة الاجتماعية والسياسية لهالبيت. فالمعروف انه آل كنعان من اعرق البيوت السياسية اللبنانية ابا عن جد، من ايام المحامي سليمان بيك كنعان يلي نجح باوائل القرن العشرين بتحقيق مشروعه السياسي بتمليك اهالي منطقة جزين لبيوتهم والاراضي يلي كانوا يشتغلوا فيها، ويلي كانت بمعظمها ملك لعائلات من قضاء الشوف، وخصوصاً لآل جنبلاط، وما عادوا ملزمين بدفع أي حصة من غلالهم لأي زعيم إقطاعي. وتحول سليمان كنعان إلى زعيم شعبي ومحبوب، وبنى حيثية سياسية بإطار هالبيت، ونال لقب بيك، وانتخب سنة 1909 ممثلاً لقضاء جزين بمجلس إدارة المتصرفية. خلال الحرب العالمية الأولى حل جمال باشا مجلس الإدارة وأصدر قرار بنفي سليمان بيك كنعان وعائلته إلى الأناضول بحجة معارضته للإجراءات العسكرية والسياسية التركية، ووضعت الدولة العثمانية إيدة على البيت سنة 1915 وحولته إلى ثكنة عسكرية. بعد 3 سنين رجع سليمان على لبنان وأقنع زملائه بمجلس الإدارة برفض أي انتداب للبنان والمطالبة باتخاذ القرار بإعلان استقلال لبنان التام المطلق بعشرة تموز 1920 وتشكيل الوفد الرابع إلى مؤتمر الصلح. فاعتقلته السلطات الفرنسية وحلت مجلس الإدارة ونفت أعضاؤه إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية، لكن كنعان هرب من منفاه سنة 1921 وانضم إلى الاستقلاليين العرب بجنيف، وشكل وفد شارك بمناقشات عصبة الأمم وطالب باستقلال لبنان وسوريا وفلسطين. بعد وفاته سنة 1932 تابع أولاده مسيرته الاستقلالية، وانتخب ابنه سامي نايب عام 1932، ثم مارون بالعامين 1938 و1943، وكان مارون بين النواب السبعة يلي خرقوا حصار البرلمان ب 11 تشرين الثاني 1943 بعد اعتقال رئيسي الجمهورية والحكومي، وقاموا بتغيير ألوان العلم اللبناني من ألوان العلم الفرنسي إلى العلم الحالي. شهدت حارة آل كنعان على أحداث عديدة بتاريخ لبنان وجزين، وخرج منها عدة نواب: سليمان وأولاده مارون وسامي، وأحفاده سليمان كنعان وفريد سرحال، وكمان الطبيبين يوسف وناجي كنعان. ومن هالبيت كانت بداية الكهرباء بجزين يلي أنتجها المرحوم بولس كنعان سنة 1925 من شلال جزين، وبعده لليوم مكتب مؤسسة كهرباء لبنان بيشغل الطابق الأرضي من الحارة. بحكم معارفهم وعلاقاتهم الواسعة استقبل آل كنعان بحارتهم شخصيات كبيرة مرت بجزين مثل المتصرف يوسف باشا والجنرال شارل دوغول والملك سعود والبطرك المعوشي ورؤساء الجمهورية كميل شمعون وأمين الجميل وأمين لحود يلي زارن بعد التحرير مباشرة. وبالعام 1985 فتحوا بواب لأكثر من 35 عائلة لجأت إلى جزين عقب تهجيرها من عدد من المدن الساحلية، وكتبت عنهم الصحافة الأجنبية. سنة 1979 تزوجت بنت صيدة روزي عبسي من سليمان كنعان، وصارت فرد من العائلة وبنت هالبلدي.
أنا فتت على هالبيت، فتت كانوا بعدهم الكبار كلهم طيبين، فقد ما هن قد ما هن عن جد مش إنه كبار بالعمر، يعني كبار بقلبهم، كان بتحبيهم، بتحبي الناس، بتحبي كل شيء هن فيهم، بتعيشي هالحياة معهم، تنبسطي. ففتت على هالبيت وقد ما سمعت اخبار وقصص وهيك، يعني بحب هالبيت لأنه بعرف كل حجرة يمكن في قصة، قد ما مرق ناس على هالبيت قد ما في قصص، قد ما بحبوا لبنان، قد ما بحبوا جزين، صرت مثلهم، بحب جزين، بحب لبنان أكثر وأكثر، وصرت قد ما الناس بتحبوا بجزين، يعني صفت جزين لإلي بالنسبة لإلي هي كل شيء، يعني إذا ما في جزين لا سمح الله ما بعرف شو بيصير، يعني ما بكون طيبة، ما بعرف. وأهلي كانوا يجوا يصيفوا هون، وكانوا كثير أصحاب مع بيت كنعان، يعني عشان هيك بأول وحدة أنا تجوزت بالعيلة، كلهم الكبار كانوا مبسوطين إنه صارت هالعلاقة، ودائما يعني وحدة نحن وياهم، ما عندنا أبدا، ودائما لحديد هلا بعدها سيدة وجزين بعدنا كلهم الأهل، يعني كل الجنوب حتى. انبنت حارة آل كنعان على عدة مراحل بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر. تعمرت من الحجر الصخري يلي كان موجود بالمكان والمعروف بحجر الشلوف، وبيتميز بلونه المايل إلى الأزرق، يعني حجرة من نوفية. ما في كتير زخرفة ونقوش بالبيت أو مواد غنية مثل الرخام وغيره، بل تم التركيز على وسعه وكبره ليستقبل العدد الأكبر من الضيوف والناس. مر على الحارة 4 أجيال من عائلة كنعان، وكل جيل كان يدخل بعض التعديلات ويزيل أو يزيد أقسام منه، وبتظهر أثار ومعالم هالتحولات بالبلاط والحيطان والبواب. كان البيت الأساسي يقوم بالطبقين، الأول السلملك للرجال والثاني الحرملك للنساء. الطابق الأرضي عقد حجر، مش معروف تاريخ بنائه بالتحديد، بيضم اليوم مكتب مأجر لكهرباء لبنان من سنة 1964، ومكتب للمهندس كريم كنعان، وجراج ومخازن، وكان يضم بالماضي ملحمة خاصة للبيت ومطبخ كبير بعد أثار الدخان ظاهرة على حجاره، وواضحة على الحيط بقية الدرج يلي كان يودي على قلب البيت، والشباك يلي تسكر بالحجر. فوق العقد بنى سليمان بيك الطابق الأول سنة 1895 على طراز البيت اللبناني التقليدي، دار وعدة غرف حواليه. لما كبرت زعامته اضطر يكبر ويوسع، وعمر الطابق الثاني بذات الفترة بتقسيم مشابه للطابق الأول. سنة 1924 رجع سليمان بيك من المنفى الثاني، وكانت جزين عم تشهد بهالفترة ازدهار سياحي، وكانوا المصريين والفلسطينيين يجوا يصيفوا فيها، فزاد طابق ثالث على الحارة وجهزوا خصيصاً ليشكل فندق مع الطابق الثاني، سماه أوتيل كنعان الكبير. وانتقلت العيلة للسكن بالطابق الأول، وهون منلاحظ الفرق بالبناء لناحية تقسيم الغرف والسقف المنخفض يلي صار 3 أمتار. سنة 1948 سكرت الحدود مع فلسطين وبدأ الانحدار السياحي بجزين، فأقفل الأوتيل ونزلت العيلة تسكن بالطابق الثاني. بالعام 1996 تعرض الطابق الثالث للحريق، فتهدم الأرميد وأزيلت 4 غرف فوق واجهة القناطر، وهو حالياً بطور الترميم لتحويله لاحقاً إلى بيت للضيافة. بيشغل الطابق الأول حالياً مارون كنعان،
وبيشغل الطابقين الثاني والثالث الدكتور سليمان كنعان وعائلته. درج صخري معمر مع الحيط ودربزين من الحديد المشغول بيودوا إلى داخل الطابق الثاني. رواق طويل بيقوم على جوانبه العديد من غرف النوم. هون بيظهر توسع البناء. هالباب الداخلي كان يشكل باب المدخل الخارجي للبيت، والأمر بيأكد إضافة جناح كامل على هالطابق. والبلاط المتعدد الأشكال والألوان دليل على تعدد المراحل والإضافات يلي استحدثت، وكذلك الأمر بالنسبة للحيطان المزين برسوم ناعمة أعيد رسمها من جديد. بالداخل الليوان وحوالي مجموعة غرف تحولت كل اليوم إلى قاعات استقبال مفروشة بمجموعات من الكنبيات والمقاعد والطاولات، بيناتهم قطع شرقية قديمة من الخشب والرخام والمرايا. وبتزين الحيطان لوحات ورسوم فنية وقطع سجاد ومجموعة بواريد، وأبرزها هالبارود النيوزيلندية من معركة جزين يلي انتصر فيها الجيش الأسترالي على جيش فيشي الفرنسي. والأرض مفروشة بقطع كبيرة من السجاد العجمي. بالخمسينات أزيلت السقوفيات الخشب واستعيد عنا بجسور من الحديد والبطون. غرفة الصفرة أضيفت على البيت بالعشرينات، وحيطانها كانوا يشكلوا واجهة البيت الخارجية، وكانت تحمل باب وشباك صغير بالوسط وشباكين على كل جهة. بعد أثار واضحة لكن أزيلت وانفتحت على الدار بأوس وعمودين. هو هيدا اسمه حارة بيت كنعان، ما اسمه بيت يعني حارة بيت كنعان. هذا البيت تعود يستقبل ناس ويستقبل كتير ناس، حتى كان في ناس يجوا يداموا ويطلعوا ما يعرفوا فيهم يعني بالقوعد بتقوليلي انه قوعد. بس هالبيت كبير لانه دايما كان عنا عزايم ودايما في ناس بالحارة وبيساعي الكل، يعني خاصة وقت بيكون في مرحلة الانتخابات وال الأشياء الرسمية بالبيت هذا بيكون كله مليان. حتى الفرندا برا يبقوا الناس يدبكوا عليها وهيدا، وهي الفرندا معمولة بطريقة هلأ كريم بخبري بتصير ترجع كثرة العالم والناس. فهالبيت بحب العالم والناس ودائما احنا حاضرين للاستقبال. بالعام 1925 أضيفت الواجهات الخارجية على الطابق الثاني بعواميد الحجر الحامل أناطرة 11 بالوسط وثلاثة على كل جهة. وتعمرت الشرفة الواسعة المطلة على الجبل لتستقبل المزيد من الزوار والضيوف. وعلى أحدى البلاطات محفور سنة 1925 يلي بتشير لتاريخ بناء البلكون. وصارت الواجهة الداخلية للبيت مؤلفة من القناطر المثلثة المزينة بالخشب المشغول على الطراز التقليدي اللبناني، بتكلي الباب وشبكين. كريم ابن سليمان كنعان ربي وكبر بهالبيت، شو بيحفظ من ذكرياته فيه؟ نحن وصغار قاعدين كنا بهالبيت، وفي فترة قعدنا بالمدرسة هون مدرسة الرهبات، فكنا نروح ونجي مشي. كانت أيام حلوة وشتويل بهالبيت، كمان دائما ذكريات واحد بيتذكرها بجزين، وكان في عالم بجزين اكثر من ما تشوفيه هلا بهالفتره 89 90 91. حتى لما نزلنا على المدرسه على بيروت كنا دائما صيفين نقضيها هون. فموقع البيت الجغرافي نحن بقلب ساحه جزين، وحتى قبل نيابه بين كان وقت كان طبيب بالمستشفى، ايام عمي كمان كان مدير مستشفى بجزين،
وخلال نيابة بيي دائما هالبيت يستقبل العالم، يستقبل الناس، ونحن عايشين بين الناس. يعني هلا دائما الباب بيكون مفتوح، الجرس بنحطه لابن بيروت ما بنحطه لابن جزيل. لما رجع سليمان الجد من منفيه الفرنسي بأوائل العشرينات كان بلش استخدام الأسانسورات، ولما عمر الفرندات ترك محل بالطابقين الأول والثاني ليركب أولاده مصعد بدل الدرج، لكن هالشي ما حصل. ورا الشجر بتحمل الواجهات الخلفية بلاكين صغيرة من الحديد بالطابق الأول ومن البطون بالطابق الثاني بتطل من الغرف على الجنينة. الطابق الأول له درج ومدخل مستقل، بيشبه تصميم الطابق الفوقاني من حيث التقسيم الداخلي والبلاكين والإضافات بالجهة الجنوبية من البيت، حيث واجهة الشبابيك تحولت أيضاً حيط داخلي لغرفة الطعام وصالون استقبال واسع. تقتصر النقوش على مثلثات مزخرفة فوق الشبابيك يلي تسكرت بالحجر، وعلى عمودين بيحوطوا باب المدخل. الأرض مبلطة برخام الكرارة الأسود والأبيض الكبير، وعلى الحيطان لوحات ومجموعة صور لشخصيات كبيرة زارت البيت وكانت صديقة لبيت كنعان. الله يرحم مارون بيك وكلهم، أنه هيك كيف كان عندهم هالنخوة هالحب للبنان، عرفتي أنه يلي بهالأيام صار منستفقد أنه ما عم نشوف هالحب للبنان. يعني بدي اقول ما عم نستفيد لهيك رجال، انه ايه الخبرية بحبها كثير. سليمان كنعان قضى حياته بالمنفى، اخر شيء سليمان كنعان الجد، فاخر شيء وقت اخر مرحلة بيرجع على لبنان كان ايام فرنسوية، كان منفي بكورسيكا بعدين حطوه بالاقامة الجبرية بفرنسا، بده يرجع على لبنان. اخر شيء انه قال له الدولة، طلبوا من الدولة الفرنسوية طلبوا انه يرجع هون، اجا كان بالباخرة جاي، منعوا أهل جزين، أهله أهل جزين ينزلوا يستقبلوه، فقالوا للفرنسوية هلا بتطلع على الباخرة وبتعتذر من الدولة الفرنسوية. طلع برات الباخرة قال لهم الدولة الفرنسوية كانت غلطانة ورجعت عن غلطها وضلوا نازل مهتم، ومعتذر هو أكيد ما كان غلطان. يعني أحداث عديدة سياسية واجتماعية شهدتها حارة آل كنعان على مدى أكثر من قرن من تاريخ جزين الطويل، وبالرغم من بعض التعديلات الضرورية يلي أدخلت على إنشاءاتها هندسياً ومعمارياً، إلا أنها بعدها بتحتفظ بسحر البيوت اللبنانية القديمة، وبعد حجارة بتحكي تراث أصالة.